اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كل بلاد اضطهدوا فيها من أعدائهم. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك وقهرك، نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ألقع بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم زلزل بقلوبهم وزلزل بالكفار من بلادهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في الصلب المعتدين الظالمين الخائنين يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم غنيمة لإخواننا المسلمين يا رب العالمين.